بسم الله الرحمن الرحيم. نعرفكم بنفسي، أخوكم في الله أبو معاد محمد الشقرطيل، من مواليد مدينة تمارة يوم 25 شهر 6 1966، واعظ بمختلف مساجد مدينة تمارة منذ سنة 1984، يعني عندي خبرة 31 سنة، ثم خطيب الجمعة بمسجد الإمام مالك بمدينة تمارة أيضا منذ سنة 1991، يعني خبرة ديال 25 سنة. أيضا تنعمل كأستاذ مادة التربية الإسلامية، وأيضا عندي دراسة لا بأس بها في علم النفس، ثم أيضا عندي خبرة لا بأس بها فيما يعرف بالرقية الشرعية، يعني من المسائل اللي تتعلق بالمسائل الروحانية. أيضا من المسائل اللي بغيت نشير لها أن لي بعض المؤلفات، بعض الكتب، يعني مؤلفات لا بأس بها، حوالي تقريبا 40 كتاب، ولكنها للأسف غير مطبوعة، غير موجودة في الأسواق، فهي تحت الطبع. فهذه أهم المسائل أو أهم المحطات بالنسبة للإنسان. باقي في الأخير أن أشير أن اختصاص ديالي ما يتعلق بعلوم الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، يعني الفقه الإسلامي والشريعة الإسلامية. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل الأعمال ديالنا خالصة لوجهه الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.